السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطبخ داري، نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم ليويات او لا مسمنات معمرين بطريقة سهلة مبسطة، ضروري تجربوهم في رمضان. اكيد الا جربتيهم ما غاديش يخطوكم، كيوجدوا بسرعة، كيجيو مورقين هشاشين، واهم حاجة السر ديال العجينة ديالهم. ايضا غادي نشارك معكم حشوة كتجي بنينة وايضا مختلفة، نتمنى انكم تجربوا الوصفة وتنال الاعجاب ديالكم. اللي جربتها تخلي لي في التعليقات كيفاش جاتها، ما تنساوش تشتركوا في القناة باش توصلوا بجديد الوصفات، ايضا ما تنساوش دعموني بلايكات ديالكم. بقوا معايا تشوفوا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. فعلى بركة الله غادي نحتاجو بالنسبة للعجين، عندي زلافة ونص بالعبار ديال زلافة ديال الحريرة او زلافة ديال السبيرة، تقريبا واحد 320 غرام ديال السميد الناعم جدا او لا ديال الفينو. غادي نضيف عليه كيس ديال خميرة الحلويات ما يعادل 7 او لا 8 غرام، اي ما يعادل تقريبا واحد المعلقة صغيرة تكون ما عمرش. قبصة ديال الملحة، والملحة كتبقى على حسب الذوق ديالكم. انا هنايا كما لاحظتوا معايا استعملت الفينو بوحدو او لا دقيق القمح الصول بوحدو، ما استعملتش نهائيا الفورس باش هكا المليويات ديالنا يجيو صحيين مورقين، وايضا ما يهلكوناش المعده ديالنا خصوصا مع الصيام. ضفت ايضا معلقه صغيره ديال او نص معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه او الخميره ديال الخبز، وغادي نجمع كل شيء بالماء دافين فما كياخدش منكم بزاف ديال الماء. العجينه خاصها تكون قاصحه شويه ما تكونش خفيفه، وراه بسرعه كيتدلك ما كياخدش نهائيا معكم وقت في الدليك بحال الفورس. انا متاكده الا جربتوا الطريقه هذه هي اللي غادي تولي معتمده عندكم، ما غاديش توليو تخدموا نهائيا الفورس، كيجيو مورقين هشاشين هكا ورقه على ورقه. كدلكوا العجينه مزيان، هنايا من بعد ما دلكت العجينه كما قلت لكم العجينه خاصها تكون قاصحه ما تكونش خفيفه، غادي نجيب شويه ديال الزيت وغادي نبدا نشكل المليويات ديالي. بالنسبه للكميه اللي عطيتكم خرجت لي 24 حبه، فحاولوا انكم تكونوا هكا كويرات يكونوا صغارين ما يكونوش كبارين. هنايا كندهنهم بشويه ديال الزيت من الفوق باش ما يبسوليش، كنغطيهم بميكا اولا بالسلوفان وكنخليهم ينزلوا، ما كنخليهمش يخمروا فقط ينزلوا على ما نوجدوا الحشوه. هنايا غادي بالنسبه للحشوه غادي نشارك معكم حشوه كتجي بنينه. هنايا عندي جوج ديال البصلات كبارين مشلضين، شويه ديال الملحه، شويه ديال السكينجبير تقريبا معلقه صغيره السكينجبير، الملحه كتبقى على حسب الذوق ديالكم، نص معلقه صغيره ديال الابزار اولا الفلفل الاسود، شويه ديال التحميره اولا البابريكا تقريبا رشاكه صغيره ماشي بزاف، شويه ديال الثومه اليابسه، وغادي نضيف شويه ديال زيت الزيتون فاش غادي نشحروا هاد البصله. كنشعل عليها العافيه على النار متوسطه حتى كتشحر لي مزيان. هنا من بعد ما تشحرات لي البصله مزيان
ضفت عليها الكبده ديال الدجاج، تقريبا واحد نص كيلو ديال الكبده، وجربوا الكبده في هذه التعميره هذه ديال هاد الملاوي، كيجيو واعرين، المذاق كيجي مختلف وكتجي بنينه. فالكبده راه دغيا دغيا كطيب. غادي نضيف شويه ديال صلصه الصوجا اولا صويا صوص، تقريبا واحد المعلقه كبيره، كنخلط مزيان، كنخلي الكبده ديالي كطيب على خاطرها، ما كتبقاوش تحركوا باش اكل الطرف ديال الكبده كيبقاو باينين وصحاحين، ما كتعجلكمش. غادي نضيف شويه ديال الزيتون الخضر مقطع، وهنايا من بعد ما طابت لي الكبده كما قلت لكم تقريبا واحد الخمسة ديال الدقائق كطيب، غادي نضيف الشعريه الصينيه، شويه ديال الشعريه الصينيه ماشي بزاف. بالنسبه للشعريه هذيك الشعريه اللي كتباع ديال الرز، فانا صوبت جوج ديال داك القطع اللي كيكونوا في وسط الباكيه. بالنسبه للشعريه ممكن انكم تزيدوا الكميه او لا تقللوا على حسب الاختيار ديالكم. صافي كنخلي الحشوه ديالي كتبرد وكندوزو باش نحضرو المليويات. هنايا كنجيب المليويات ديالي فبسرعه كينزلو، ما كياخذوش وقت بحال الفرص، وايضا دغيا كيساعدوكم باش كتطلقوهم، والعجينه فاش الا تبعتيو الخطوات اللي قلت لكم ما كتقطع لكمش نهائيا. هنايا كنجيب شويه ديال الزيت كندهن بها كسطح العمل اولا الخشيبه فاش كنصوب، وكنبدا نورق العجينه ديالي حتى كتبان لي حتى كيبان لكم سطح العمل. هنايا من بعد ما ورقت مزيان كندهن بشويه ديال الزيت، وكنرش عليها شويه ديال السميد الناعم اولا الفينو، وكنشكلها على شكل مربع كما كنشكلوا الملاوي العاديين. كنخليها على جنب، وبنفس الطريقه كنحضر الكميه الاخرى كامله اللي عندي حتى كنساليها كامله بنفس الطريقه. كتطلقوها، اهم حاجه انكم تطلقوها تيبان لكم سطح العمل باش هكا الملاوي ديالكم كيجيو مورقين وكتجيكم ورقه على ورقه. هنايا من بعد ما ساليت الكميه كامله اللي عندي والحشوه بردات، فمباشره كنرجع لاول ملويه درت، كنبدا هكا كنورقها، وحطيت حدايا الحشوه، ايضا حطيت حدايا لاطه ديال الفران اولا الطبسيل ديال الفران اللي دهنته بشويه ديال الزيت. كتطلقوا هكا الملويه ديالكم مزيان، كتحاولوا انكم تركزوا هكا على الجوانب باش ما يبقاو لكمش غلاضين بعد ما طويو. كنوضع هكا الحشوه في الوسط، بالنسبه للحشوه حاولوا انكم تخلطوها مزيان باش هكا في كل ملويه يجيكم الكبده مع الزيتون مع الشعريه، ما تهزوش الشعريه بوحده. كنحاول انني نعمرها مزيان، ومن بعد كنشد هكا الجوانب كنطويهم، وكنوضع واحد الزيتونه من الوسط اولا نص ديال الزيتونه، شديت هكا الزيتون قطعته على نص وحيدت منه العظم.
باش هكا كتب داك الزيتونه كتبت لي هكا العجينه ديالي ما كتحلش اولا الملويه ديالي ما كتحلش. صافي وكنوضعها في اللطا ديال الفران. ممكن انكم ديروا الزيتون الكحل اولا الخضر كيبقى لكم الاختيار. بنفس الطريقه كنسالي الكميه اللي عندي كامله، كنمرق هكا الملويه مزيان، من بعد كنوضع الحشوه في الوسط. اهم حاجه انكم كما قلت لكم تركزوا على الجوانب باش ما يبقاو لكمش الجناب غلاضين. كديروا الحشوه ديالكم في الوسط، كتحاولوا انكم تعمروهم مزيان باش هكا الملويه ديالكم ما تجيش خاويه. داكشي علاش قلت لكم في الاول حاولوا انكم ديروا ملويات يكونوا صغارين، اولا فاش تكونوا كتقطعوهم هكا على شكل دوائر ديروهم صغارين باش يجيوكم عامرين ومورقين. صافي كنجمع هكا الجناب كما هو موضح في الفيديو، انا حاولت انني ما نسرع لكمش هذا المقطع هذا باش تشوفوا الطريقه بالتفصيل. وكنشد من الفوق كنشد بالزيتون باش هكا العجينه ديالي اولا الملويه ديالي ما كتحلش. انا هنايا غادي نخليكم مع الفيديو، غادي نستمر بنفس الطريقه تنسالي الكميه اللي عندي كامله ونعاودوا نتلاقاو. هنايا من بعد ما ساليت الكميه اللي عندي كامله درتهم في الطباسل، وكنشعل الفران اللي سبق لي وسخنتو على 200 درجه. كنشعل عليهم الفرفاره، الا دخلتي جوج ديال الطباسل في خطره واحده دخلتي وطبسيل واحد فكتشعلو من الفوق ومن التحت. انا هنايا شعلت الفرفاره خليتهم تاخذوا لي داك اللون الذهبي كاملين. وهنايا نقطع لكم باش تشوفوا الشكل ديالهم من الداخل كيفاش جا، جاو مورقين بنانين. انا متاكده الا جربتيهم ما غاديش يخطاوكم، خصوصا كي خليتيهم بردوا واحد شويه عاد كليتيهم مع المذاق ديال الكبده، جا المذاق مختلف ولذيذ. نتمنى انكم تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. اللي جربتهم تخلي لي في التعليقات كيفاش جاوها. ما تنساوش تشتركوا في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات، ايضا ما تنساوش تدعموني بلايكات ديالكم. خليتكم على خير والى وصفه اخرى ان شاء الله.